بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطالبات أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم ويسرنا أن نلتقي معكم في محاضرة أخرى من مكرر كوستينج 3. طبعا في المحاضرة الماضية توقفنا عند التمرين هذا اللي هو إيه؟ هذا التمرين تمام الخاص به في حالة أن يكون when there is only closing working in progress but with process loss. كلنا التمرين هذا سابقا ممكن تعود إلى المحاضرة السابقة وبرضه موجود معاكم بالإيه بالملزمة عود يكون الملزمة تابعونا من الملزمة ما بتجيش مشكلة وعيد المحاضرة عيد الإيش المحاضرة مرة ومرتين بتفهم وإذا ما فهمت اتصل بي وأنا بوضح لك إن شاء الله وما بيكونش في مشكلة إن شاء الله تمام. طيب هذا التمرين طبعا قد قريناه في المنهج قد كنا بدأنا الحل هذا المعطيات قد موجودة وانت بدي تتابعنا بالمعطيات من خلال الايه من خلال الملزمة اللي معه من صفحة 87 اللي هو دبد التمرين من صفحة 87 علشان الوقت فقط اختصار الوقت لانه معنا محاضرات الا قليلة مسجلة ما نشيش نضيع عليكم الدروس تمام. طيب قلنا احنا دخلنا في الحل في المحاضرة الماضية وقلنا في ثلاثة قوائم المفروض تعد اولا مشان نصل الى ايش اللي هي الستيتمنت اوف ايكوفالنت برودكشن وفي الستيتمنت اوف يعني اوف كوست اللي هي اللي قلت فيها ايه الكوست الوحدة بعد كده الستيتمنت اللي نجيب تكلفة الكل وكل المنتجات وكل الوحدات اللي هي الايفالويشن ثلاثة بعدين نجيب حساب الايه حساب الاستاذ اللي هو حساب المرحلة يعني اللي هي الاكونت ما بنشوفهم كلنا يعني هذا اول جدول اللي هو الستيتمنت الاول اللي هو ستيتمنت اوف ايكوفالنت برودكشن طبعا ايه الانبوت معروف في المعطى 2000 تمام الاوتبوت الان بيتوزع على 2000 منها نورمال بلس منها اب نورمال بلس منها فينيشد برودكشن منها وركينج ان بروجريس تمام اللي هو كلوزنج طبعا عدد هنا ما فيش اوبن طيب نورمال طلع 100 من فين جاب ال 100 فين جاب ال 100 قال لك ارجع للمعطى بتجد في المعطيات التمرين انه يقول لك الايه اللي هي نورمال لوس ووز استيميتد 500% اون انبوت يعني 5% من 2000 بكام يساوي؟ بيساوي 100 وحده بس حسبناها انا الاب نورمال لوس طلع 40 من فين جت 40؟ تلقى المعطى قال لك المعطى يونتس وير ان كومبليتد اند 100 and 140 units had been scrapped. الشيء يقول لك انه في 140 وحدة بعت كسكرابت. طبعا احنا نعرف ان السكرابت هذه هو الايه؟ اللي يكون ايش؟ لوس اصلا اللي يكون فاقد. طيب الفاقد اصلا كانت معنا سواء هو نورمال او نورمال هو بالاخير فاقد. لكن نكون شرحنا ايش معنى نورمال او نورمال من قبل. السكرابت هذا منه جزء منه نورمال. 100 وحدة الباقي كان 40 من فرق ما بين النقص ما بين 140 ل 40 باقي 40 اللي هي اب نورمال 40 اللي هي نقصنا 140 ناقص ال 100 هذه يبقى 40 اذا عرفنا فين هي الاب نورمال لوس فينيشد برودكشن اللي هي 1400 وحدة هذا الفينيشد برودكشن اللي هي 1400 وحدة من فين هي برضه معطى لك 1400 اللي هي has been produced and transferred بعد كده working progress اللي هي 460 برضه معطى معنا في التمرين بتشوف لا في التمرين الان وجدنا هذين الوحدات بنجد الان حقا الاكوفيلنت اللي هي الوحدات المكافئه وكذا اكوفيلنت برودكشن في الماتيريال مختلف عن ايه؟ عن الاوفر هيد طبعا النورمال لوس قال لك ما يعطى له شيء ما يحتسب لانه محمل على ايه؟ الوحدة زي ما شرحنا سابقا محمل على الوحدة الاخرى يبقى هنا قدامه صفر 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 الابنورمال يحمل ويحسب له كانه ايش؟ مكتمل لانه يحمل على حساب الانسان اللي غلط 40
ماتيريال ماتيريال عددا المكتمل قال لك الماتيريال اللي حمل عليه هي كم؟ لحظة دقيقة مكتمل طبعا 40 يعني 100% كان يحسب كأنه في ريجيد زي ما قال لك في الايه؟ في المعطى برضه بالتوضيحات السابقة بين لك انه ايش؟ التوضيحات اللي بعد في الصفحة 587 تحت الايش؟ هنا هو التوضيح كيف ليش نحسبه 100% ده هو التوضيح يعرس حين لها في هذا كلام هذا بيفتهم لكم السطرين هذه اللي قبل التمرين ليش حسبنا هذيك ما حسبناهاش اللي هي النورمال والاب نورمال حسبناها كاملة 100% تمام طيب برضو خذت ايش 100% برضو ليبر اند اوفر هيد هذا الفينيتش البرودكشن كان الفينيتش يعني بتاخذ 100% يعني 1400 وهنا 100% 1400 بالنسبه للوركينج بروجريس يختلف هي 460 لكن اخذت مواد 75% فقط اذا بديش نحولها الى او حدد مكافئه نضرب 75% في 460 75% في 460 طلع 345 وحده هذه وحده مكافئه وهنا نضرب 460 في كم في 50% يطلع لك 230 كده اكتمل الكل نجمع الماتيريالز وحدة المكافئة حق الماتيريالز طلع 1785 والوحدة المكافئة حق الايه حق الليبر اوفر هيدز والليبر والاوفر هيدز اند اوفر هيدز طلع 1670 كده كملنا هنا طلعنا الوحدات المكافئة او عدد الوحدات المكافئة القدر الاول القدر الثاني بتطلع ستيتمنت اوف كوست لكل ايه لكل وحدة هذا سهل وبسيط شوفوا شوف ببساطة elements of cost materials cost of units introduced من المعطى 5800 حق ال 2000 الوحدة بالدائرة الماتيريال 1400 الكل 7240 ينقص منها شوف هذا قاعدة انه less scrap value of normal loss ال scrap value اللي هي كم 100 قيمتها 100 تنزل من ايه لأنه خلاص يا جماعة سكرتها هنا بنبيعها ب 100 ريال يبقى ليش نحملها فوق الايه؟ فوق التكلفة قد استفدنا منها بنحسن منها اللي كنا دخلناها فلوس بنحسن منها من التكلفة بيطلع 7140 إذا دايركت اللي هو الماتيريال عفوا دقيقة هذا اللي الصافي 740 ناقص 100 بقى 740 اللي هي الدايركت هنا مع الايه؟ مع الوحدات اللي هي المدخله لكن بالنسبه للدايركت وجز منها 3340 اللي هي ايش التكلفه؟ معطى معطى كان معطى 3340 و الاوفر هيد ب 670 معطى تمام شوف هذا برضه عفوا نزل الجدول كذا عشان تتعامل معك 7140 كم حق الاكوفيلنت مشان نقسم التكلفه على مشان نقسم التكلفه الاجماليه على عدد الوحدات مشان نطلع قيمه ايش؟ او تكلفه ايش؟ الوحده بالنسبه لله بردك معك هنا 1785 اللي هي الماتيريالز والوجز 1670 برضه الاوفرهيد 1670 من هنا نفس الاثنين واحده لان نفس النسبه حق هنا نجي نقسم جاتك 7140 حق الماتيريالز والايه واللي هي والانتروديوز مالي 7140 قسمت 1785 تطلع 4 ريال الايه الوحده الواحده الدايركت ويجز 3340 قسمة 1670 طلع ريالين الاوفر هيدز 1670 قسمة 1670 بالريال اجمالي التكاليف هنا 12150 ب اجمالي الاكوفيلنت 5125 اجمالي قيمة الوحدة الواحدة 7 ريال
خلاص. من هنا انت هنا من الستمنت الثاني ندخل في الستمنت الثالث اللي هي ستمنت اوف ايفالويشن. يجي هنا اولا ابنورمال ماتيريال ابنورمال لوس معك ماتيريال 40 تمام. من فين جاب 40؟ من الجدول الاول، من الجدول الاول. ومعك الليبر نورمال اكوفيلنت ابنورمال 40 برضه من الجدول الاول، والاوفر 40 مش من الجدول الاول. التكلفة الواحد 4 وهنا 2 من الجدول الثاني هذا، والتكلفة هنا 1 الحق الافريج. نضرب هذه تكلفة عدد الوحدات مضروبة في تكلفة الوحدة يطلع لك اجمالي الكل هنا 160 80 40 الاجمالي 280. اذا اجمالي قيمة الايه؟ الابنورمال لوس 280. الفينشت جود بنفس الاسلوب الفينشت برودكشن الماتيريال منها 1400 من الجدول الاول، وليبر 1400 وفريد 1400 مضروبة في قيمة الوحدة الواحدة يعطي خمس هذا الرقم اللي هنا اجمالي حقها 9008. اذا تكلفه انتاج الفينش دي 9008 اجمالي عام. الوركينج بروجريس معك الماتيريال 345 برضه من الجدول رقم واحد رقم واحد، ومعك ايه 230 ليبر و 230 اوفر هيد برضه من الجدول رقم واحد مضروبه في نفس الايه قيمه الايه التكلفه الوحده بيعطيك هنا اجمالي التكلفه الاجماليه الجمال العام اللي هي 2070 بالنسبة لتكلفة الوركينج ان بروجريس بشكل اجمالي. الاجمالي العام للتكاليف الثلاثة اللي هي ابنورمال لوس زائد 9800 حق الفينيشد برودكشن زائد 2070 حق الوركينج بروجريس تساوي 12150. كذا اكملنا الثلاثة الثري ستيتمنت. ندخل في ليش؟ فطلب مننا البروسيس 1 اكونت. طبعا 2 يونتس انتروديوز 2000 وحدة 5000 هذا معطى 5800 1440 اللي هو 1440 اللي هو ايه اللهم صل على محمد اللي هو الماتيريالز زين جاب 1440 يلا كان شاطر ها زين ما اعرفه من المعطى لا هي 1440 معطى 1440 وهذا 5800 معطى وهذا معطى 3040 والايه 1670 برضه معطى كل هذا معطى اجمالي حقا 12150 وهنا 2000 تمام. طيب هذا بالمقابل لازم نشوف من فين توزعت زي ما توزعت بالجدول السابع ها من الجدول السابع ابنورمال 100 ب 100 ريال تمام عفوا الان بنوربان ها 100 100 لانه من فين هذا مش من ال من معنا مش 100 وحده لا بنوربان عفوا عفوا انا اسف النورمال قصدي قيمة الحق اللي هي اللي يقولوا السكراب الواحدة بريال 100% بزاوية 100 الباي اب نورمال من 40 طلعناها من فين؟ بتلاقاها في الايه؟ بتلاقاها في الجدول السابع 280 الجدول اللي قبل هذا اللي ايش؟ الحساب 280 اذا 40 طلعها شوية هنا ممكن نطلعها عفوا 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 انا بعدين انت ال 40 هلتز مقابله لايه؟ مقابله ل 280 موجوده هذا 40 هذا موجوده معروفه وهذه 280 طلعناها من الجدول السابع. طيب فينيشت برودكشن اللي هي 9800 فين الفينيشت؟ هو ال 1400 هذه الفينش هنا هيك
في النشان الكتب الموزعة على خانات، ف معلش ها هنا بنحطها بس المفروض هنا ايش تنزل شوية هذه تمام. يا يلا 1280 هذه مقابل ايه 40 و 9800 مقابل 1400 تمام. طبعا طلعنا 1800 طلعنا من الجدول السابع تمام. طيب معاك ايه او معكم طيب انا هذا الناتج الفارق هذا يطلع بالكوينج بالكويس اللي هو 2070 برضه موجود في ناتج في الايه في الـ في الجدول السابق برضه ممكن تطلعه كبالانس. ها 460 يطلع فوق هنا كم هاش اجمالي نجمع بيطلع 12150 وهنا 2000 وحدة هم كده اكتب على ايه الحساب لا بس عفوا هلا شويه كمبيوتر. طيب في حساب برضه مطلوب مننا نعده اللي هو حسابين فينيشد برودكشن اكاونت وابنورمال لوس اكاونت. فينيشد برودكشن اللي هو تو بروسيس وان اكاونت 1400 جمع هنا اللي هو فينيشد برودكشن من هنا طلع اللي هو باي فينيشد 400 تمام. وابنورمال لوس اللي هي 40 يعني من تبغى بيجامل هنا القيد هذا هذا الطرف حقه هنا الطرف الأيمن هنا والطرف الأيسر حقه هنا بالقيد ها 480 طيب تجمع هنا تجمع طلع نفس الجمال هنا بس هنا بيتوزع لكن باي كاش سيل اللي هو 40 وحدة ب 40 ريال من فين جت 40 ريال؟ مش قلنا انه يبيع الوحدة الواحدة بريال إذا بيستفيد 40 ريال بتبقى معه من 280 كم؟ 240 ريال. هذه عبارة عن خسارة بتكفر في حساب الأرباح والخسائر يسمى باي كوستينج بروفيت أند لوس أكاونت لوس إذا بتكفر الباقي 240 بحساب الأرباح والخسائر كان؟ طبعا إحنا بنزل لكم تمارين لاحقا على هذه التمارين على كل الأمثلة السابقة علشان نكفينا الوقت المحاضرة لأن أنا ضيق. بندخل في الحالة الثالثة اللي هي 3 تمام. اللي ما يفتهملوش الشرح مثلا يعيد المحاضرة مرة ومرتين ثلاث وحاجة مش مفهومة يتصل فيها وطلبة عارفين رقم تليفوني أهلا وسهلا فيه اتصلوا بي وأنا بشرح لهم إن شاء الله ما تقلقوا لأي حاجة وإن شاء الله أمور تكون سهلة وما فيش مشاكل. طيب زي ما كان في التمرين الأول ما برغم أننا نبتعد عنكم الآن لكن تأكدوا أنه بينكم متعاون معكم أكثر في هذا الترم بحكم الظروف. طيب هنا إيه الحالة الثالثة اللي هي when there is opening as well as closing in progress but with no process loss with no process loss. يقول لك sometimes is a continuous process there will be opening as well as closing working in progress which are to be converted into equivalent of completed units for apportionment of process costs. The procedures of conversion of opening work in progress will vary depending upon whether average cost or FIFO or LIFO method of apportionment of cost is followed. طبعا اقول لك هنا لو عندما يكون في opening وكلين ضروري تستخدمها طريقة الفيفو او الليفو بنوريكم كيف. احنا بنعتمد لكم في طريقة الفيفو فقط الليفو سيبوه بنطبق عليه التمرين هذا الان على هذه الحالة في طريقة في حالة على هذه الحالة بطريقة الفيفو. بتشوفوا الان التمرين رقم 9 يقول from the following details prepare statement of equivalent production نفس الستيتمنت هذه statement of cost statement of evaluation and process account by following FIFO method. شو قلنا طبق method هذا ليش هنا المعطيات
opening work in progress 2000 units, material 100 complete 5000 ريال, labor 60% complete 3000 ريال, overhead 60% complete 1000 ريال. Units introduced into the process. Into the process for 8,000 real. Time. There are 2,000 units in progress, and the stage of completion is estimated to be material 100%, labor 50%, overhead 50%. طبعا احنا تابعونا من نزل في صفحة 89. 8,000 units are transferred to the next process. The process cost for the period are materials 96,000, labor 54,600 real, overheads 31,200 real. طيب الآن الحل له solution. أول حاجة عندنا statement of equivalent. عندنا ثلاثة statement عرفناهم قبل كثير مرة. statement of equivalent of production أول statement. كيف الأوتبوت هو أنا بعين هنا الأوتبوت يجي هنا معك إيش opening working in progress. كم الopening منه 2000 units. من فين جاب 2000 units؟ من المعطى طبعا. المعطى شوفه opening working in progress. رجع المعطى بتلاقي بصفحة الصفحة السابقة اللي صفحة 89 بتلاقي 2000 وحدة. completed process during the period 8000 ناقص او ماينس 2000. كيف ليش عمل كذا؟ هي لانه اللي بيخرج مكتمل قال له 8000 تمام؟ اذا جبت 8000 موجوده بالمعطى بس ليش نقص لنا 2000؟ لانه جزء من 2000 اصلا قدوا من ضمن الاوبننج لما اقوم ادخله هنا بتكرر. فهو الكومبليتد منين 8000 2000 سبق موجوده ضمن الاوبننج و 6000 ليش في ال 6000 في اليوم اللي هي جديد يعني. الكلوزنج وركينج بريزم بوكينج بريجس برضه 2000 برضه ايش معطى. اوكي اللهم صل على محمد. طيب نجي نشتغل اجمع هنا 2000 6000 هنا ب 10000 او 10000 يونت. الان هذه الوحدات ايش حقها الاكوفيلنت؟ ايش الوحدات المماثله؟ بالنسبه للاوبننج شوفوا لاحظوا ما عملناش هنا ماتريال نسبته وهنا ايه 800 ليبر اوفر هيد عمل النسبه حقها 40%. مين جاب الفكره هذه؟ شوفوا نرجع للتمرين تمام مباشرة بعد هنا شوفوا لحظة ايش انا اوريكم انتم مرة واحدة ايش هذا هذا لا لا عفوا ايش هذا لا ايش هذا ايش ايه نجحت 2000 يونت هذا زعما في هنا كسيت الباص هي راهي راهي مش الماتيريال 100% والليبر 60% مكتمل وهنا 60% مكتمل بالنسبه للاوفر هيد. رجعوا لهذا بالنسبه ليش؟ للاوبننج. طيب لما اجي احسبه هنا اكيد على النقطه هنا قد تكون فيها لبس أبي أحسبه ألف
الماتيريال ما حسبلوش ولا حاجه بانه مكتمل. ليش؟ ليش؟ اقول لكم ليش. هو يطبق طريقه الفيفو. والفيفو ايش اقصد ده؟ فيرست ان فيرست اوت. لما يقول لك فيرست ان فيرست اوت وهو اوبننج، يعني هذه الألفين الوحدة ها الجزء المكتمل منها أو اللي هي كامل دخلت وخرجت من سوى لأنها first in first out، خرجت كامل كماتيريال ها. بينما ايش بالنسبة للليبر والأوفرهيد مش قلنا 60% كومبليت، الستين في المئة الكومبليت خرجت لأنه قلنا ليش فيرست إن فيرست أوت، اللي هي مكتمل قلنا اكتمل، اللي كانت 100% بالنسبة للماتيريال اكتملت مشت لأنه فيرست إن فيرست أوت خلاص خرج. نفس القصة بالنسبة للليفر أوفر هيد، اللي هو مكتمل 60% راح، الباقي معه ال 40% بقي. إذا اللي قبل بالنسبة لل بعت أول مدة أو تحت الشغل أول مدة ومنتجات تحت الشغل أول مدة 40%، بقية الستين بقية المئة في من 60%. أوضح لكم من جديد أن اللي بالنسبة للفيرست إن فيرست أوت كان إيه بالنسبة للمواد اكتملت 100% مشت لأن فيرست إن فيرست أوت خرجت، لكن بالنسبة للأوفر هيد وال 60% مكتملة لأنه كوبلي 60% مشت بقيت 40%، و 40% من 2000 بتكون 8. هذا اللي خلاها بالشكل هذا. فإن شاء الله تكون واضحة وعدوى، ولا إيش اسألوني بالتليفون بقول لكم. بالنسبة للكومبليتد هذه 6000 كم هنا على فكرة مش 10 هنا 100% ها 100% و 6000 هنا برضو 100% طلع 6000. بالنسبة ليش الوركينج بروجريس الكلوزنج ان بروجريس من 2000 وحدة مكتمل 100% بالنسبة لي، هذا بتلاقوه فين؟ بالخطوة التالية ذا حقه بالمعطى معطى فين؟ هذا الكلوزنج الكلوزنج ذا الكلوزنج بالمثل 100% الليبر هذا 50% أو الأوفرهيد 50% 50% تمام؟ طيب كده هنا عفوا صحيح هنا 100% بس 10 نزلت تحت يظهر 100% كلها هنا حوالي 100% لا أنا كم زين الوجهين خلاص. إذن زي ما قلنا هذه 100% بالنسبة للماتيريال موجود زي ما قلنا بعض فوق، وهذا 50% سواء ليبر سواء اوفر هيد موجود فوق برضه بموضع حق كلوزنج ب 1000 ريال. كم معنا هنا طلع 8000 كم معنا هنا 7800 ندخل في الايه؟ انه الوقت على المحاضره مكتمل ما فيش معنا ضيق. الاستيتمنت اوف كوست ماتيريالز 96000 هذا معطى نقول عن المعطيات بلاقوا هذا 54600 معطى برضه 1200 معطى تمام. قسمة الاكوفيلنت هذا طلعناه من هنا 8700 من الجدول الاول 8700 نقسم التكلفة على عدد الوحدات بيطلع لنا تكلفة الوحدة الواعية هنا بالنسبة للماتيريال 12 بالنسبة للوبر 7 نفس الجدول السابق الاجمالي 23 تكلفة الوحدة الواعية. ننتقل ل ستيتمنت 3 اللي هو الثالث statement of evaluation معك هنا
دقيقة. بنضيف لكم هنا بند اللي هو ايه موجود هنا اسميه هنا last cost او previous هنا بالمكان ذا previous هاي في سابق. طبعا هنا ما اخذش بالاعتبار بالتالي ما الطابع انا بقول لكم ايش عملت هنا هنا مش نطابع مع الحساب اللي تحت هنا اللي هي كم هي previous cost هذا بالنسبه للاوبننج بكام 9500 بقول لكم هيك ها 9500 بقى بس هذه 9500 فين كانت احنا لو رجعنا للمقطع التمرين الاوبننج كوست تكلفة ايه اللي ما دخلش اللي هي اكثر من بعض لانه هذه اللي هنا عفوا هذا هي 5600 فين لقيت 5600 لو طلعنا من فين من هنا من الجدول اللي هي حق 40% عفوا المتبقي على ايش 40% فقط فطلعت لما نجي نضربها في الايه في 23 823 40% بيطلع ايش 800 في 7 800 في ايه في 4 تمام بيطلع لنا كم 5600 و 3200 بيطلع 8800 تمام لكن التكلفة السابقة اللي هي حق المية الوحدة اللي أنا قد مشت فرست إن فرست أوت مية الوحدة حق الماتريال ها كم هي موجود بالمعطى مع غرقة المعطى 5000 ريال وحق ال 60% الليبر 3000 والإيه والأوفر هيد 1500 لما تجمع كله 9500 هذه شيء قد رحم من قبل ما دخل هنا المفروض ندخله هنا تمام نجمع هذه مع اللي كان متبقي ما 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 مشاش لو جينا نجمع كده مشان الطابق معانا بوريكم ليش معايا طيب المهم 8500 عرفتم فين جبناها من المعطى ثلاث ارقام هي اللي هي 5000 زائد 3000 زائد 1500 واللي ما يتهملوش يتصل بي وانا اوضح له اكثر في الاوبننج ممكن نقول لك ان هي 5600 هنا 3800 في 7 و800 في 4 ال 7 و4 جبناها من هنا والايه طيب ليش الماتيريال ما فيش؟ لانه 100% دخلت كلها هنا قلت لكم بكام بمبلغ 5000 ريال لكن هنا جبنا 40% ب 40% و 60% موجوده هنا اللي هي في المعطى 3000 1500 خلاص؟ الاجماع هي 8100 مع 9500 بالاجماع بيطلع كم هي الكلوزنج وركينج بروجريس الماتيريال 2000 موجود في الجدول رقم في الجدول يطلع هنا الجدول رقم اللي عدد الوحدات كافية يطلع من الجدول واحد دقيقة بس من الجدول واحد اللي هي 2000 وحدة دقيقة بس أتأكد منه من الواحد هي أيوه الماتريال 2000 اللي أضفنا هذه 2000 الجدول واحد 2000 طلع من الجدول واحد الجدول واحد أي هي الألفين ماتريال والإيه ولا الأوفر هيد ذا ألف على طيب ذا الماتريال 2000 والليبر 1000 والإيه الأوفر هيد
ألف من نقدر نفسه برضو نقدر رقم واحد نضربها في ليش في الأسعار اللي طلعناها هنا 12.74 اطلع كام هنا الإجمالي حق 24000 هنا 7000 هنا اطلع 35000 حق الكون دبل بيس. بالنسبة للكمبليت اكتمل اللي اكتمل خلال الفترة من 6000 وحدة تمام، هذه موجودة طبعا في برضو في جدول واحد بتلاقى 6000 تمام كاملة مضروبة في السعر 23 لأنه كله مكتمل سواء الماتريال والليبر هذا كله بنضربها في الإجمالي على طول سواء الماتريال والليبر والبوفريت كله 100% مكتمل. إذا في 23 قيمة الوحدة الواحدة بيطلع كام؟ 138,000. الآن بالتالي بيتغير الإجمالي ما زدنا 9,500 بعد ما بيكونش 188,000 بيطلع كام؟ 191,300 قطع 191 يقوعون حتى 190 في 30 عدلوا عندكم في الملزمة. فنقول لكم ايش فايدة الرقم هذا الان، يعني هذا ايش 191,300 اجمالي تكلفة الايه الثلاثة البنود اللي هو اللي كان opening زاد اللي هو closing زاد اللي هو complete كاملة ثلاث وحدات ثلاث اشياء، هذا حق الاثنين هذا تبع البنك الرقمين و35 الف حق ليش حق الكلوزنج وهذه حق الايه المكتمل اللي هو ليش الكومبليتلي بروسس. شوف الحين بيعني ايش فائده الاضافه 9500 واصبح 191 191 300 يجي هنا حساب. انا خلاص تمنا الثلاث ستيتمنت بندخل في الحساب الاستاذ اللي هو بروسس اكاونت. شوف معطى طبعا تو اوبننج أورجنج بريكس 2000 وحدة ب 9500 يبقى 9500 برضو من فين؟ من المعطى هنا ولا ممكن من هنا حتى بس هي المعطى موجودة. ماتيريال 8000 وحدة ب 96000 برضو ايش؟ معطى تمام؟ الليفر 4500 اللي الاوفر هيد 200 الاجمالي 191300 وهنا اجمالي 10000. شوفوا هنا لما جينا نوزعها قال عباره باي فينيشد اللي مكتمله 8000 وحده ب 156 و300 ايوه كيف جابها؟ شوفوا قال لك 59500 8800 838 فين هنا الرقم؟ متلاحظون هنا 9500 8800 138 100 عاد اللي شيء يصلح يرتب الجدول هذا اللي فوق يرجع 180 الفينيش ده يرجع هنا قبل الكلوزنج بالوسط هنا كان رجع هنا لا كان مشكله. هذا زاد هذا زاد هذا بيعطيك الكومبليت. ليش اي دخل الاوبننج ويك؟ لان الاوبننج اساسا المفروض يطلع اول واحد يكون كومبليت قبل ما الجديد. لما انت ما تدخل حاجه جديد يعني ايش حاجه جديده جدد تشغل البولينج اللي هو قد موجود معك من قبل تكمله. فهو كم كان معه كدين جاهزة ب 9500 قد خرج كمل ب 8800 تمام اصبح البولينج هنا مكتمل دخل ضمن الكومبليت ضمن 138800 اذا 9500 زاد 8800 زاد 138000 بتعطينا كام؟ 156300 الكلوزنج 2001 بكام؟ بيتها 35000 يمكن ننزلها كذا 35000 يصبح الإجمالي هذا هنا 10000 وحدة ب 191300. الحين عرفتم ايش فائدة ان انا طلعتها 191300 علشان يتطابق هذا الجدول النهائي زي ما الحالة الأولى يتطابق مع مع ايش؟ مع حساب الأستاذ يصبح مضبوط لأنه هذا يمثل إجمالي تكلفة كل الإنتاج اللي بالأخير سواء كان أوبننج مع مع الكومبليت او حتى المتبقي كايه ك يعني ككلوزنج كلوزنج ان بروجريس مو هذا موجود هنا لان هذه اللي هنا هنا سهل هنا بس هنا جه معنا الفينيش مع الاوبننج وهنا الكلوزنج لحاله اصبح 190 تاكدنا من شغلنا انه ايه انه صحيح. طبعا كده نكون كملنا اللي هو ايه اللي هو بروسيس او نظام المراحل اللي هو بروسيس كوستينج تمام. كان باقي معنا حاله اللي هي الحاله الرابعه وين ذير از اوبننج از ويل از كلوزنج وركينج بروس بس وذ لوس
هذه من ثم في ميناء إذا حصلنا فرصة قدرنا نسجلها سجلنا لكم ماشي اقرأوها ما هيش ملزمة لكم بالامتحان أو أي شيء من هذا القبيل بس اقرأوها من باب ليش العالم بيقول كذا كملنا لكم البروسيس كوستينج بندخل لكم في المحاضرة القادمة اللي في الستاندرد كوستينج الستاندرد كوستينج وبالنسبة لهذه بالنسبة للبروسيس كوستينج بنزل لكم عليها تمارين برسلها لكم مع المحاضرات إن شاء الله وكيف بنشوف الجامعة كيف بنتعامل مع موضوع اختبار النصف اختبار إيش النهائي تمام طيب شكرا لكم ولاستماعكم وأرجو من أي طالب أو طالبة عنده أي استفسار أو حاجة طبعا يتابعنا قلت لهم إحنا الشرح من الملزمة والإيه والشرح في الـ في الـ في الـ في الفيديو وبعدين كمان اذا ما اذا مش حاجه مش مفهومه يتصل لي وانا برد عليه على عيني وراسي والطلبه يعرفون انه ما ترددش في ايه في مساعده باي شيء ان شاء الله ربنا يوفقهم ويبعد عنهم كل شر ويجيرنا وجميع المسلمين من هذا الوباء والمرض وشكرا لكم وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.